السلام عليكم شباب، اسمحوا لي ما جاوبتش على هذه الكيستيون اليوم. يلا دابا جيت الناس وانا نتفكرهم وكان نجاوب هذه الكيستيون الاولى. نحاول نجاوب على الكيستيون سؤال اللي وصلوا. قال لك واحد يلا بغي يبدي البلوغين، شنو هو افضل نصيحه ممكن تعطيها له في هذا الكم الهائل ديال المعلومات؟ واش الدومين باقي فيه ما يدار؟ نحاول نجاوب من الاخر نتاع الكيستيون. واش الدومين باقي فيه ما يدار؟ دونك هاد الكلمه كتقال في اي دومين. اصلا الا قلتها راه مأثر فيك بزاف تاع الحوايج اللي ما ديخلوك تخدم حتى في شي دومين. دونك لي دومين كاملين هادو، لا البلوغين لا طونكو ماشي بلاك هات، راه حتى حاجه ما هادي تسالي. دونك بالعكس غاديين هما كيطوروا. باش ننصحك تبدي البلوغين، درت واحد لايف واعر، سير قلب عليه. راه كنت لابس واحد تيشيرت غري لاكوست، دونك هذاك راه هضرت فيه على كل شيء، على من الاجيس كازيت كيفاش تقدر تخدم على البلوغين. هذا واحد السؤال اخر، قال لك واش النيتش نتاع السيارات في الوطن العربي مزيان؟ صراحه انا ما كنخدمش بزاف على الوطن العربي، عندي غير واحد جوج نتاع دي سيت هادو براندين، دونك هما اللي عندي في الوطن العربي. الوطن العربي سيرتو الدراري اللي بادين ما ننصحش بيه. علاش؟ لان هذيك التمره اللي تضربها في الكونتوني عرب تقدر تضربها في واحد الكونتوني اخر وتجيب لك. مي الا كنت شويه كسول تقدر تخدم على الوطن العربي وهذه تربح شويه. دونك اللهم شويه ولا والو، تبدي بعدا كتعرف البروسيس وتولي مجتهد، ديك الساعه خسير خدم على شي دوله اخرى ولا على شي لغه اخرى، هذه تدخل لك اكثر. هذا سؤال، قال لك واش الادسنس فري ترابيك باقي خدام ولا لا؟ باقي خدام وباقي الناس كيديروا به الارقام، وكذلك شرحته في واحد السطوريات تقلب عليهم في يوتيوب. كتب غير الصفراوي فري ترافيك فيسبوك هذه يطلع لك، راني شرحت الاستراتيجي كيفاش تقدر تخدم على الفيسبوك ولا على بانتيريست. كاين بزاف نتاع لي استراتيجي واللي انا ما كنسميهمش فري قد ما هما اورغانيك، لان تما راه فيهم تمارة نتاع بصح باش تقدر تجيب الترافيك. حتى قال لك كيفاش ندير ندفع بزاف نتاع لي سيت، سيت واحد بزاف تاع لي كونت ادسنس، واش ندير ماشين فيرتشيال؟ اول حاجه خص الناس بعدا تعرف، اللي ما عارفش علاش كندفع بزاف تاع لي سيت. دونك سيت واحد كندفعوه بزاف تاع لي كونت باش الا جانا ليميت في شي كونت ولا تسد ما كي داك السيت ما كنضيعوش فيه. دونك كنبقاو خدامين بنفس الخدمه بنفس لي كومبين بكل شيء، سواء كديرهم في فيسبوك ولا في طابوله ولا في شي بلاتفورم اخرى. دونك ما كتوقفش الخدمه ديالك، ما كتوقفش على الترافيك، يبقى جاي الترافيك كتحايد لي زادس نتاع داك الكونت اللي كنت خدام ودير كونت اخر. بيان سور لي كونت ادسنس ما عندك الحق تحل غير واحد، دونك باش تحل بزاف خصك ضروري دير الماشين فيرتشوال ولا تخدم بشنو سميتو بالار دي بي. لي نيتورك اللي كيخدموا اللي كيخلصوا من سي بي ام، كاين دي نيتورك اللي كنخدم بهم غير انا، الكوميونيتي هادو صراحه عمرو شاركتهم. دونك هادو الناس اللي كيخدموا بنفس الطريقه اللي كنخدم بها انا، هادو ما كاينش سدام ما كاين لا ليميت لا والو. دونك كنتخلصوا فلوس لي انفيستيسيون كتخلص فيها، هادشي اللي كاين بين الحوايج اللي تبدلوا هما هادو. نصيحه لواحد كيدخل 1000 دولار في الشهر، هاد ستيب الدراري بزاف نتاع الدراري 1000، كل واحد والجهد ديالو كيوصل لواحد ستيب كيتبلوكا، دونك ما كيقدرش يزيد سكيلي. كاين بزاف الطرق باش تسكيلي، هنا كتنفع الاكسبيريونس. دونك كيما درت 1000 قادر دير 10000، وقادر دير 50000، وقادر دير 100000، وقادر دير حتى اكثر. دونك بيان سير ماشي راسك، دابا انت خدام راسك، كاين بزاف تاع الحوايج خصهم يتبدلو باش تزيد تسكيلي ودير ارقام اكثر عندك انت في لاجيستيون ديال كل خدمه. بالطريقه باش درت 1000 قادر انك دير اكثر من 100000. صراحه هنا هذا سؤال زوين، يعني ما نهضرش غير على البورد، نهضر اون جينيرال على الاي اي في السيرش شنو غادي يقدر يبدل. كنشوف بلي الاي سي او غادي طيح له شويه الفاليو ديالو، مي ما كنظنش انهم غادي يضيعوا كاع دوك لي سيت. كاين شي حاجه هادي يقدروا يديروها، ما عارفش بالضبط، مي كنشوف كاين ريسك على الناس اللي خدامين على الاس اي او شويه الا داروا هاد البلان. هادشي اللي غادي يكون، مي حنا حاولوا هادشي كنخدموا عليه ونانتيغريوه في لي سيت ديالنا. دابا كاع الاي اي كيما كانوا كيعطيوك الابي، دونك حاول تستغلو باش تطور من البلوك ديالك. وكاين بزاف طرق انك تجيب الترافيك من غير البلان تاع السيرش. خويا هذا نفس تقريبا السؤال اللي سول الدري، غير لا فيزيون. دونك تقدر المشكل ماشي بحال بحال، مي هو عنده مثلا مشكل في كيفاش يدير، وانت عندك مشكل في الفيزيون.
فيزيون كيما درت 2000 دولار في الشهر ولا في الشهر، قلت نقدر انك دير 10,000 ودير 50,000 تقريبا، نفس لا ريبونس اللي جاوبت السيد الاخر، غير هي خصك تجلس وتبدل بزاف تاع الحوايج، الخدمه راسك ما يمكنش ديرها، لا كونتيتي باش خدام دابا ما يمكنش ديرها، دونك انت كتكبر انت كتزيد بزاف الحوايج، مي اجي وكبر صعيبه، كتكبر ستيب باي ستيب، لان بزاف تاع الناس الكبوريه هي اللي رطاتهم الدس. هذا سؤال يقدر يبان الناس هو عادي، ولكن هذا سؤال انا بالنسبه لي عميق. علاش؟ كيفاش تلقى لي ميثود جداد؟ انا ما نقولكش انا بارفي، مي كاين بزاف نتاع الناس اللي هما هربانين عليا في الدومين تاع البلوغين او نيفو انترناسيونال، زعما دي زاميريكان كتلقى شركات ماشي ناس عاديين. هادو كيفاش هادو يعني باش هادي تميز وانك ديفلوبي راسك كيما هما كيديفلوبيو، بيان سير هما راهم بزاف نتاع الناس، كل واحد كتشوفو شنو كيديفلوبي وكتحاول حتى انت ديفلوبي بحالو. فهذا هو فاش كينفع السباي. السباي كتبقى متابع، كتعرفو باش خدام، شنو البلوغين اللي كيجيب الترافيك، شحال كيربح، شحال يقدر يكون خدام عنده واحد، شنو عنده لي سيت كاملين، شنو كيدير في هذا، علاش كيدير في هذا، شنو هي الكوميونيتي ديالو، هادشي كامل كنقدر نعرفو. هذا هو اللي كيخليك حتى انت هادشي تابليكي على راسك وديفلوبي راسك. حتى هذا سؤال زوين، قال لك واش 150 دولار كيدير به الار واي نتاع فوا دو، دونك كتجيب له 150 كتجيب له 300 دولار. اللي نقول لك هو هاد 150 دولار وجابت لك شريت بها واحد العدد نتاع لي فيزيتور وجابت لك 300 دولار، هادوك لي فيزيتور حاول ما تربحش بهم غير ديك 150 دولار وحده، حاول تربح بهم بزاف نتاع المرات، وخا تربح بهم المره الجايه غير 50 50 50 وكل مره 50، فهاديك 150 حاول تستغلها في دوك الترافيك ما يمشي لكش باطل، يبقى عندك وتربح به دائما. هذه هي النصيحه اللي نعطيك. هذه اخر مره غادي نهضر على هذا البلان، وباش نحيد التقليد عليا تاع طابولة، دونك اي واحد كان باغي يبدي بطابولة ما يبديش بالدول اللي هما معروفين، سير بدي بالدول اللي ما معروفينش، كاين بزاف الدول، المان، ايرلندا، تشيك، السويد، هولندا، خدم على هاد اللغات وخدم على هاد الدول، هادو ما فيهمش بزاف لي بوت والكومبيتيسيون ديالهم ضعيفه، وتقدر دير الارقام اللي كنا كنديروها شحال هادو كنا كنقول لكم في اليو اس تقدر ديرها. دابا ما كنقول لك ما تخدمش في اليو اس وكندا واستراليا، ما تخدمش فيهم واليو كي وانت عاد بادي اللي هادي تباندي غير 002، ما بقاتش تاكل تما، سير خدم على دول اخرين الا بغيت تربح. هاد الشيء هادي اخر نصيحه اللي نقولها في طابول. هذا ماشي سؤال، مي هاد الجمله تعاودت بزاف نتاع المرات بخصوص التدريب اللي داير. انا عندي كوميونيتي فيها 15 تقريبا شي 13 لواحد ولا 14 لواحد، دابا دراري ناضيين اختاريتهم بعنايه، خلصوا ودابا كيستافدوا، الحمد لله دابا كاين اللي فيهم بدا كيدير النتائج، دابا شهرين وحنا خدامين، مي داكشي هما خدامين وفرحانين ومرتاحين، وحتى انا فرحان وكنخدم معاهم، عارفين لي سيت ديالي، عارفين لي كيفاش خدام، عارفين راسهم فين هادي يوصلوا واحد النهار، دونك خدامين مرتاحين اليز، ما كانش داك ستريس نتا كيبقى يستنى غير يربح غير فوقاش يربح، واش هادي يخدم له هادشي ولا ما يخدم، عارف بلي هادي يخدم له وغادي يخدم له ان شاء الله، وكاين اللي دابا خدم لهم لي افونسا، دونك كاملين يوصلوا واحد البوان غادي يخدم لهم. بزاف نتا الحوايج تبدلوا، دابا الحمد لله وليت انا وليت كنستافد بهم، يعني الدراري ناضيين تبارك الله، دونك صعيب ندير جروب. حتى هذا سؤال، وكان واحد السؤال تقريبا قريب له فنحاول نجاوب عليهم زوج هنا، قالك واش الادسنس كتقبل شي سيت فيه مونيتيزاسيون بالامازون افيليات؟ يس، دير اي مونيتيزاسيون ما عندهاش مشكل، هي اكونديسيون السيت ديالك يكون يحترم القوانين ديالها وكاع الامور اللي شرطاهم عليك، صافي هادشي اللي كاين. ومن بعد تقبلك تقدر تبقى خدام بهم بزوج. هذا هو الجواب نتاع السؤال الاخر، كاش نقدر نخدم الافيليات والادسنس؟ تقدر تخدم الافيليات والادسنس، تقدر تخدم الافيليات والناتيف، تقدر تخدم الناتيف والادسنس، تقدر تخدم الشركات لي بارتنر اللي كيخلطوا السي بي ام مع الناتيف، هادو هما، غير ما خصكش تخلط الناتيف مع الناتيف والادسنس مع لي بارتنر، صافي. الافيليات تقدر تخدمها مع اي حاجه. نعاود نجاوب على هذا السؤال، قال لك شنو هو البديل ديال طابول؟ شوف كاين البديل، كاين ادفولت، كاين بزاف، مي واش عندك البادجيت ديالهم تاع عاد بادي؟ صعيب، نقدر نقول لك سير بدي بمجيد رخيص، مي مجيد تعاني بها كثار ما كتعاني مع طابول، سكيفي
تاع طابولة فيها ما يدار، غير هي خدموا على الدول اللي فيهم كومبيتيسيون ضعيفة وعلى اللغات اللي ما خدامش عليهم كاع الناس، وهادو كيكون فيهم البوت تقريبا. نقدر نقول يعني منعدم، كيكون منعدم نسبة كبيرة أنه منعدم البوت فيه. الدراري هادي نجاوب على هاد السؤال، 10 تاع لي زارتيكل بير داي فوانير في الاس اي او، واش هتعطيك كود استراتيجي؟ هتعطيك وتعطيك نتائج خيالي، ا كونديسيون هاد لي زارتيكل يكونوا مخدومين على حقهم وطريقهم. وكل ارتيكل راه اللهم دير غير ارتيكل واحد في النهار يكون مخدوم حقه وطريقه ويتارشف وينافس ويطلع ويجيب لك ترافيك، حسن ما دير 100 واحد في النهار وما يجيب لك والو. دونك خص تكون هنا الخدمه بالعقل. الخدمه تاع تشات جي بي تي او اي 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 في الكونتوني واش فيها شي مشكل؟ ما فيها حتى شي مشكل، وحتى الشركات دابا الادسنس ولا جوجل ولا محركات البحث كلهم ولا كي اوتوريزيو هذا الكونتوني، ا كونديسيون تكون عندك اليوزر اكسبيرينس طالع، هذا هو اللي كيحكم. دونك الكونتوني الا كانش مكتوب ولا كان مخربق، راه اليوزر غادي يدخل ويخرج حالاته، وهنا غادي يدير لك مشكل، وهنا غادي يولي عندك الكونتوني تاع اي اي فيه مشكل. نجاوب على هذا السؤال، واخا ما عندوش قيمه مع دوك العشرين ولكن نجاوب عليه، واش باقي خدام اربيتراج؟ شفت كي غبرتي؟ غبرت يعني راني خدام. هاد زوج كلمات عندهم بزاف نتاع الخدمه. دونك كما قلت انا في الخدمه دائما كنطور راسي، دائما كنبدل بزاف تاع الحوايج، سيرتو الحوايج اللي كيبقاو مديرونجيني اشاك فوا، واخا كنحل لهم المشكل كيبقاو دائما يتعاود، ما كنحملش المشكل يبقى يتعاود. سكيف هذيك حل سد حل سد، دابا هادي شحال كنت نقول لكم تسولوني شحال عندكم سيت، والله ما كنت نقدر نعرف، مي دابا تسولوني شحال عندكم سيت نقول لك ها شحال عندي مسيت، وكلهم عارفهم بالسميه، وكل واحد عارفه فاش خدام، وكل واحد عارفه كيفاش غادي. دوك هادي الخدمه اللي ولات دابا، يعني كل سيت كيحاول ينافس اكبر لي سيت اللي كاينين دابا، هادشي اللي كاين، هادي الخدمه تاع دابا. خويا شو ما تقول هاد الهضره، مي مزيان تقولها لراسك مره مره باش تنوض تحرك، يعني ما تهينش راسك قد ما تكون تموتيفيك. هاد ستيب تا انا عشتها، كان واحد ستيب كتصافيت كتبلوكا، دونك هنا خاصك الكيد اللي غادي يخليك توصل لارقام كبيره، وهنا فاش كتنفع الاكسبيريونس. دونك كما قلت كما درت 5K قادر انك دير ارقام كبيره، والحمد لله كاين ناس دابا معايا في ليكيب اللي كان بلوكي كيدير 10K 15K بلوكي، دابا ولا ايزي انه يدير ارقام كبيره، واللي كان خدام راسو ولا مع ثلاثه تاع الناس ولا تبارك الله خدام معاه شحال مع عائله. صديقي بلا ما نكذب عليك، واش واحد ما عارفش واش قدر يبدي بكل سهوله؟ ما كانش شي فلوس بسهوله، كذب عليك الكاتب. قادر انك تبدي ولكن ما تفكرش الفلوس بسهوله، دونك غادي تضرب تماما الا بغيت تنجح. يس اوف كورس ما عندكش مشكل الا كنت خدام الاس اي او، دير حتى 100 سيت ما كاينش مشكل، مي بريفيرونس دازت عليا مغير دوز عليك، فرق لي سيت اللي عندك ابروفيهم بزاف تاع لي كونط عادي، ما تخسر والو، غادي يتقبلوا لك في 24 ساعه ولا 48 ماكسيموم الا كانوا ديجا مقبولين في كونط واحد. هادشي اللي كاين، وهكا فرق البيض فرق البيض على لي كونط، ما ديرش البيض كله في سله واحده. يس اوف كورس باقي خدام في به بزاف نتاع لي سيت ديالي، ومزيان بالنسبه للاربيتراج لحد الان دابا ما كاينش شي تومبليت اللي تقدر دير لك داكشي اللي يدير لك هذيك التومبليت، هادشي اللي كاين. دونك علاش اختاريت البرازيل؟ هاد السؤال دائما كيتسولني، ما عرفتش اش باغي نجاوب، مي البرازيل انا دايرها كبروجي بين لي بروجي اللي دايرهم في هاد الحياه ديالي، سي ان انفستيسمون باش ندير بها شي مسائل اللي كتخصني وكتخص العائله ديالي، من بعد ان شاء الله غادي نهضر عليها. علاش هي دونك هاد لافونتاج اللي فيها هي ما كاينش في هاد الدول كاملين اللي قلتهم، مي باش نعيش فيها دائما، ما باش نعيش فيها عندي غير واحد الوقت ان شاء الله غادي نتحرك باش نبقى عايش هنا. مي لانكونفينيو الوحيد هو البعد، ابارسا قادر انني نعيش فيها. زائد ماشي دوله اسلاميه، دونك صعيب انا ما كنفكرش نكمل حياتي في دوله ما تكونش اسلاميه. ابارسا بالنسبه للامان وهداك الشيء، فراها البرازيل احسن 60% تاع دول العالم، ماشي داكشي اللي كنسمعوا في الجنوب، عايشين في الامان وبلد صراحه رائع، وما تنتاوش راهم كلاسي بين احسن 10 اقتصادات في العالم. صديقي هذه نقطه صعيبه بزاف، كل واحد كتغير عنده كل واحد. انا ما تنقول اد بلا
قلت انا ما عرفتش شحال كاينه الساعه دابا، ولكن راني عاد خدام دونك ضروري كتضحي بزاف نتاع الحوايج. 80% ديال الحوايج اللي كديرهم خصك تضحي بهم الا بغيت ديسيبلينا وتخدم. كدير واحد ديدلاين كتعطي الجهد كله. دابا انا كنخدم 16 17 ساعه في النهار عادي حتى 18 ساعه، دونك حسيت براسي قادر انني ندير داك الريتم اللي درت فيه اللي درتو نهار بديت. وكدير لي ليفل، كتبدي واحد الليفل كتعطي فيه الجهد كتمشي عاود كتقول هاد لاضات غادي نمشي نزيد نطلع ليفل، كتعطي الجهد وكتمشي وكتوعد راسك انك ملي توصل لواحد العدد تاع لي ليفل غادي تجازي راسك واحد الجزاء اللي هو كبير، سواء تسافر سواء دير شي حاجه سواء تشري شي حاجه سواء. دونك هاد الشيء هذا هو انا هكا كنفكر وهكا كنخدم. دونك هذا اخر سؤال الشباب، واش الفيسبوك مصدر الترافيك باقي مربح؟ باقي مربح وخدام، غير هو خصك تعرف تخدم به، فيه مشاكل كبيره مع بالاخص مع الاسنس، مع دي بلاتفورم اخرين اكثر ما يكونش عندك المشكل. الناتيف مع الـ مع الـ مع الاسنس احسن من الفيسبوك، دائما كنقولها هذه، غير خص يكون شي ناتيف نتاع بصح ماشي بوتات. هادشي اللي كاين، تبارك الله عليكم شباب. نمشيو نرتاحوا دابا 4 الصباح تقريبا عندي انا، باش الصباح عاود نوضو كان غير خدمه الخدمه الخدمه. دونك هذا قال لك علاش الكارما جاش من فاس الوداديه نادي جاوبك. ان شاء الله اخويا نتلاقاو في تايلاند. تايلاند انا كنت صراحه هاد ليفنت تاع 16 داي هي الايفنت اللي قلت لكم ديك المره الاخوان اللي شارك فيها الميثود نتاع السباي هي اللي نكون فيها الشهر الماجي ان شاء الله يا ربي يسر الامور. هادي نشارك بلا الميثود نتاع السباي، هادي نشارك واحد يعني طريقه اللي نجحت بها من بين لي سيت اللي عندي، نقدر نقول لكم اكبر لي سيت اللي عندي كي درت نجحت فيها من ا جيسكا زد، كيفاش كان السيت من الزيرو حتى وصل لواحد الليفل كبير. دونك هاد القضيه اول مره غادي نشرحها كامله في شي ايفين، دونك الناس اللي غادي تحضر غادي يكونوا محظوظين. وهاد لي زيدي قدر ما يفيدوكش غير في البلوغين، يقدر يفيدوك حتى في السيت نتاع الاي كوميرس، لان انا هاد السيت كذلك كنبيع فيه لي برودوي وكان مونيتيزيه بزاف نتاع الطرق حتى الكونسلطاسيون. هادشي اللي كاين. ان شاء الله اخويا نتلاقاو في تايلاند. تايلاند انا كنت صراحه هاد ليفنت تاع 16 داي هي الايفنت اللي قلت لكم ديك المره الاخوان اللي شارك فيها الميثود نتاع السباي هي اللي نكون فيها الشهر الماجي ان شاء الله يا ربي يسر الامور. هادي نشارك بلا الميثود نتاع السباي، هادي نشارك واحد يعني طريقه اللي نجحت بها من بين لي سيت اللي عندي، نقدر نقول لكم اكبر لي سيت اللي عندي كي درت نجحت فيها من ا جيسكا زد، كيفاش كان السيت من الزيرو حتى وصل لواحد الليفل كبير. دونك هاد القضيه اول مره غادي نشرحها كامله في شي ايفين، دونك الناس اللي غادي تحضر غادي يكونوا محظوظين. وهاد لي زيدي قدر ما يفيدوكش غير في البلوغين، يقدر يفيدوك حتى في السيت نتاع الاي كوميرس، لان انا هاد السيت كذلك كنبيع فيه لي برودوي وكان مونيتيزيه بزاف نتاع الطرق حتى الكونسلطاسيون. هادشي اللي كاين شباب. بالنسبه شنو هما الحوايج اللي تبدلوا في الادسنس يعني ما بين الخدمه القديمه والجديده، نقدر نقول لكم 2.0 لي باز باقي خدامي فيها، غير طريقه التفكير كيفاش دير تخدم هي اللي تبدلت بواحد النسبه كبيره. دونك الا بغينا نقولوا الخدمه تاع 2021 تاع الاربيتراج 2.0 مع دابا تبدلت بواحد 60%. دابا الحمد لله ما كاينش مشاكل، كاين دي مود بيمون اخرين، كاين سدان، ما كاينش، ما تبقاش خايف والبيزنس ديالك ما تقولش غادي نطلع نفشل، لا راه غادي هو كيكبر. دونك تقدر تربح شويه في الاول وانت غادي وانت كتكبر في الربح ديالك اللي ما عمره ما كيساعد. دونك هادو هما الحوايج اللي تبدلوا، تبدلت العقليه، تبدلت بزاف الحوايج في الخدمه. دونك الحمد لله دابا ولينا خدامين وحنا مرتاحين ما عندك حتى شي مشكل.